السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ النهاردة هناخد درس جديد بعنوان المفعول به. المفعول به يا ولد احنا كنا خدناه قبل كده، وعارفين ان هو بيأتي في الجملة الفعلية، وعارفين ان الجملة الفعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول. خلاص كنا عارفين ان الفعل هو من قام بالفعل، اما المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل. زي مثلا كتب احمد الدرس، عندي كتب ده فعل، فعل ماض مبني على الفتح، أحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تعالوا نقرأ مع بعض الأمثلة. أول حاجة بيقول لي نظمت المدرسة ندوة ثقافية، قدم الأديب نصائحا مفيدة، كرمت الدولة تلميذين متفوقين، تقدر مصر المخلصين من أبنائها، يمارس التلاميذ الرياضات المفيدة. طيب نلاحظ يا ولاد في الأمثلة إن المفعول به مرة بيجي مفرد، مرة بيجي جمع تكسير، مرة جه مثنى، مرة جه جمع مذكر سالم، ومرة جه جمع مؤنث سالم. طيب تعالوا نفتكر مع بعض علامات الإعراب. إحنا كنا قلنا يا ولاد إن الاسم منه مفرد ومنه جمع منه مثنى. الاسم المفرد علامة إعرابه علامة الرفع الضمة وعلامة النصب الفتحة وعلامة الجر الكسرة. إذا المفعول به عندما يأتي مفردا يكون إيه يا أولاد؟ عندما يأتي مفرد يكون منصوب علامة نصبه الفتحة، وأيضا جمع التكسير زي المفرد علامة الرفع الضمة النصب الفتحة الجر الكسرة. يبقى لما يكون مفرد وجمع تكسير يكون علامة إعرابه الفتحة. طيب إذا جاء عندي المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. ألف ونون في حالة الرفع النصب وجر الياء والنون، يعني المفعول به عندما يأتي مثنى يكون علامة نصبه الياء. طب جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، يبقى كده مرفوع علامة رفعه الواو منصوب ومجرور علامة جره الياء. يبقى إذا جاء أيضا جمع مذكر سالم يبقى علامة النصب الياء. يبقى إذا جاء مفرد أو جمع تكسير علامة النصب الإيه؟ الفتحة. إذا جاء مثنى أو جمع مذكر سالم يبقى علامة النصب الإيه؟ الياء. إذا جاء جمع مؤنث سالم يبقى علامة النصب الكسرة. تعالوا نشوف ونعرب كده الأمثلة مع بعض. نظمت المدرسة ندوة ثقافية. كلمة ندوة تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كلمة نصائح، ماذا قدم الأديب؟ نصائح مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كرمت الدولة تلميذين، ماذا كرمت الدولة؟ يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. تقدر مصر المخلصين، ماذا تقدر مصر المخلصين؟ يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. يمارس التلاميذ الرياضات، ماذا يمارس التلاميذ؟ الرياضات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. تعالوا نشوف مع بعض الشرح. أول حاجة عندي الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول. عندي الأمثلة هي برضو في أمثلة تاني. شرح المعلم الدرس، ماذا شرح المعلم؟ الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كرمت الدولة العلماء، ماذا كرمت الدولة؟ العلماء. يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. قرأت قصتين، ماذا قرأت؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. كافأ المعلم النابغين، ماذا كافأ المعلم؟ النابغين. يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. يحب الله المؤمنات، ماذا يحب الله؟ المؤمنات. يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. يبقى كده يا أولاد نستنتج القطعة من الأمثال إن الأمثلة إن المفعول به هو اسم منصوب يدل على ما وقع عليه فعل الفاعل. طالما اسم يعني يجي لي مفرد، يجي لي مثنى، يجي لي جمع مذكر سالم، جمع مؤنث، جمع تكسير. قلنا يا أولاد تعالوا نشوف مع بعض القاعدة. المفعول به منصوب دائما وعلامة نصبه زي ما قلت لكم الفتحة إذا كان مفردا أو جمع تكسير، الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، الكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. تمام؟ يبقى المفعول به يا أولاد هو اسم منصوب وبيقع في الجملة الفعلية، ممكن يجي مفرد يبقى علامة نصبه الفتحة، ممكن يجي مثنى يبقى علامة النصب الياء، ممكن يجي جمع مذكر سالم يبقى علامة النصب الياء، ممكن يجي جمع مؤنث سالم يبقى علامة النصب الكسرة، جمع تكسير يبقى الايه؟ يبقى الفتحة. تمام؟ طب تعالوا نشوف كده التدريبات مع بعض. بيقول لي حدد المفعول به في هذه الجمل. اشترى التلميذ قصة ممتعة.
عندي كده. نسأل بماذا، نسأل الفعل بماذا عشان أطلع المفعول به. ماذا اشترى التلميذ؟ قصة. قصة دي مفرد، احنا قلنا ان علامة النصب ايه في المفرد؟ الفتحة، يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كرمت المدرسة الفتيات المتفوقات، عشان اطلع المفعول به اسأل بماذا. ماذا كرمت المدرسة؟ الفتيات، والفتيات ده جمع ايه؟ مؤنث، يبقى علامة النصب الكسرة، يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لانه جمع مؤنث سالم. يحترم الناس المخلصين في عملهم. ماذا يحترم الناس المخلصين؟ هنا ده جمع مذكر، يبقى علامة النصب الياء، يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. قرأت كتابا مفيدا. ماذا قرأت؟ كتابا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ده مفرد. خلاص، وبكده يا ولادي يكون درسنا خلص النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.